توجهنا مباشرة من وصولنا إلى الاجتماع المجموعة الإسلامية، وبعد ذلك كان في لقاءات ثنائية مع بعض الوفود الشقيقة والصديقة. اجتمعنا مع الوفد الإماراتي واجتمعنا مع الوفد اللبناني. مختصر وأهم ما نتجت عنه الاجتماعات الإسلامية والعربية هو الاتفاق على دمج المقترحين الأردني والكويتي في بند واحد بالتعاون مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، ولنوحد صفوف المجموعة الإسلامية والعربية، وذلك لزيادة فرصة فوز هذا البند الطارئ الذي إن تحقق رغم صعوبة هذا الأمر، لكن إن تحقق سيكون ثالث بند طارئ يقدم من الكويت في 3 سنوات على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق لأي برلمان في تاريخ الاتحاد البرلماني الدولي. فتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية للتنسيق مع المجموعات الجيوسياسية الأخرى، المجموعة الأفريقية، مجموعة أمريكا اللاتينية، المجموعة الأوروبية، وسيتم إن شاء الله التصويت على ذلك يوم الأثنين في الجمعية العامة. إضافة لذلك كان في قرارات من بعض اللجان التي لا تتوافق مع توجهات الدول الإسلامية والعربية، وتم الاتفاق على ترتيبات معينة لإبطال هذه القرارات وإعادتها إلى اللجان ومن ثم التصويت عليها مرة أخرى. عموماً نحمد الله سبحانه وتعالى أن على الأقل هناك جهة وهي الاجتماعات البرلمانية نجد فيها الحد الأدنى من التوافق بين العرب والمسلمين، ذابت كل الخلافات الشديدة التي نراها يوميا في الإعلام في هذه الاجتماعات، لأن الهدف واحد والتركيز على قضايا جامعة والابتعاد عن القضايا التي تفرق. شاكرا كل أعضاء الوفد، الأخت النائب والأخوة النواب، وأيضا الأخوة الأفاضل في الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي على كل ما قدموه ويقدمونه لمساعدتنا في تحقيق العديد من الأهداف التي تفيد الوطن بالمقام الأول وأيضا الأمة العربية والإسلامية، وإن شاء الله يعني نوافيكم يوميا بكل ما يحدث هنا في الاتحاد البرلماني الدولي.